السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله ازي وبركاته. حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله الحمد ربنا يبارك لله. لنا في صحتك حياك ويديم ويزيد في عمرك في ونزدك طاعة علما الله، يوما بعد يوم في طاعة الله جميعا يا رب، في طاعة بفضل الله. الله. شكرا لك. تفضل. بص يا شيخ، دلوقتي يعني احنا في ارياف وكده، ف يعني كانوا بيدفنوا ميت، ففتحوا القبر على واحد مدفون من حوالي 5 سنين، وجدوا ان الجثه كما هي. ميت. فقعدوا يقول ده رجل صالح وهذا عمل، يعني عمله صالح وده عمل كويس. فانا يعني لما جم يكلموني في الموضوع ده فقلت استشير حضرتك، فيعني ده يعني أن عباره عن ايه؟ لا، الناس تختلف في هذا الصدد، والأجسام تختلف في هذا الصدد، الأجسام تختلف في هذا الصدد. وعندنا في السلف أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم أحد واستدعاني أبي وقال: يا بني إني أراني من أول من يقتل في هذا اليوم، فاستوصي بأخواتك خيرا. وبالفعل في أول معركة قتل عبد الله وآل جابر. فبعد أن انتهت المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لقتل القتلى وصعوبة الحفر أن يدفن الاثنان والثلاثة في قبر واحد، وأن يقدم أكثرهم أخذا للقرآن. فدفن مع عبد الله وآل جابر رجل قال جابر: فلم تطب نفسي بعد ذلك أن يكون في القبر رجل مع أبي، فاستخرجته في رواية بعد 6 أشهر، رواية بعد شهر، فوجدته كما هو، لم يتغير منه شيء غير شيء في أذنه. ف طبعا والد جابر له كرامة عظيمة أن الله كلمه بعد أن قتل والد جابر. فالشاهد أن بعض الأجسام قد تكون هكذا، وأهل الطب قد يفهمون شيئا من ذلك والمعرفة في ذلك، لكن ليس عندنا نص ثابت أن هذه يعني تعني شيئا، إلا ما كان من أمر جابر، وحديث إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فيه علة، فيه علة وأراه معلولا، والله أعلم. يعني الله أعلم، لا تلتفت إلى شيء.